بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو سالم يقول: عندي أولادي في البيت، أعمارهم في المراهقة ما بين 16 إلى 19 سنة، ولكنهم الحقيقة يتأخرون كثيرا عن الصلاة، وأنا مشغول بعملي في الدوام الصباحي والمسائي، فما موقف الأم وما موقف الأب من تأخيرهم الصلاة وأيضا هجرانهم المساجد؟ وجهونا مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الأولاد في ذمة آبائهم، يجب عليهم أن يأمروهم بالمعروف، ينهوهم عن المنكر، وأن يوجهوهم الوجهة السليمة، ويربوهم تربية الحسنة، وفي مطلع ذلك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهم في ذمة الوالدين ما داموا في البيت، وعلى مسؤولية الوالدين، فلا يتراخوا معهم ويتساهلوا معهم في شأن الصلاة، لأن الأمر خطير جدا، والذمة مشغولة بهم، وهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل ألف ألف يقول: الربا خطره عظيم، فما هو الربا، وما هو أيضا ربا النسيئة، وكيف يكون؟ بارك الله فيكم. الربا خطره عظيم، لأن الله توعد عليه، لأن الله حرمه أشد التحريم، وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن آكل الربا ومن تعاون معه على ذلك، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. والربا المقصود به هنا الربا في الأموال، الزيادة في الأموال الربوية، بأن يبيع دراهم بدراهم من جنسها مع زيادة، أو يبيع برا ببر مع زيادة، أو شعيرا بشعير مع زيادة، أو تمرا بتمر مع زيادة، أو دراهم أو زبيب أو زبيبا بزبيب مع زيادة في أحد العوضين. هذه الأمور: الذهب والفضة والتمر والشعير والزبيب المجفف العنب، وحتى الرطب منه لا يجوز الزيادة في هذه الأمور. وكل ما شارك هذه الأنواع في العلة فإنه يأخذ حكمها، ولا تجوز الزيادة إذا بيع الجنس بجنسه منها. هذا ربا الفضل يسمونه، وهو الزيادة. ربا النسيئة أن يبيعه أحد هذه الأصناف بجنس مؤجلا، يبيعه بغير جنسه مؤجلا، كأن يبيع البر بالتمر مؤجلا، أو يبيع الذهب بالفضة مؤجلا، وهذا ربا النسيئة من النسى، وهو التأجيل، وهو ربا الجاهلية، فلا يجوز فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل أرسل بهذا السؤال، يقول: ما المسافة المشروعة في قصري وجمع الصلوات جزاكم الله خيرا، والضابط فيها؟ المسافة المحددة لرخص السفر اختلف العلماء فيها على أقوال، ولكن عند الحنابلة أنها مسافة يومين للراحلة، مسافة يومين للراحلة أي 80 كيلو، لأن الراحلة تمشي في اليوم 40 كيلو، فيكون المجموع 80 كيلو، وهذا هو مسافة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم، فاعتبر سفر اليومين يحتاج إلى محرم، دل على أنه هو السفر المحدد
شرعا، هذه هي المسافة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: دخل الزوج على امرأته ليلة الدخلة وليلة الزواج ولم يجدها بكرا، فهل يقوم بتطليقها أم يسترها؟ وإذا سترها فهل يؤجر؟ على كل حال هذا الأمر راجعون إليه، أدام أنه لا يرغبها أو عنده توقف عنها أو شكوك، فكونه يطلقها ويستر عليها لا شك أن ذلك أحسن. نعم، هذا سائل أيضا شيخ صالح يقول: قصيدة البردة حيث أنها انتشرت عند بعض الناس ويحثون على حفظها وقراءتها، ما رأي الشيخ في ذلك؟ البردة البوصيري تشتمل على شرك أكبر وعلى غلو مفرط والعياذ بالله. ذلك قوله يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل هذه الأمور يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، يملك الدنيا ويملك الآخرة، ضرتها يعني الآخرة. إذا ما بقي لله عز وجل، ما بقي لله شيء، وما لمن ألوذ به سواك، مع أن العوذ بالله عز وجل والاستعاذة بالله عند الشدائد وعند لا سيما يوم القيامة، الرسول لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، إنما بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأقام الحجة، لا يملك لنفسه، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قال لأقرب الناس إليه: يا عباس بن عبد المطلب، لا أملك لك من الله شيئا، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. وهذا يقول عندك الدنيا والآخرة كلها ملكك، والعلم أيضا كله علمك، علم اللوح المحفوظ وعلم القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، أي غلو نبلغ من هذا؟ فهذه بردة باطلة، ويجب على المسلم ألا يقتنيها، وإذا قدر على إتلافها وله سلطة أن يتلفها ويمنعها من تداول. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي زعلانة علي منذ أيام وشهور، بماذا تنصحونني مع أني أحبها أكثر من نفسي؟ عليك بطلب المسامحة واسترضائها حتى ترضى عنك، عليك أن تكرر عليها الطلب وأن تحسن إليها حتى تسمح لك، إن كنت مخطئا في حقها اعترف عندها، اطلب عندها عنها المسامحة، اطلب منها المسامحة، لا طريق لك إلا هذا. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو سعد يقول: بالنسبة للعجوة، هل تقي بإذن الله من السحر؟ نعم، ثبت هذا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سحر، أو ما هذا معنى؟ لا شك أن لها ميزة هذه التمرة، تمرة العجوة، عجوة المدينة لها ميزة بإذن الله. نعم، يقول فضيلة الشيخ بأنه نذر أن حملت زوجتي بأن أذبح خمس خرفان وأقوم بتوزيعها على الفقراء، وحتى الآن لم يتيسر لي هذا المبلغ لهذه الأغنام، مأجورين. باقي في ذمتك، هذا نذر واجب أن تفي به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وأنت نذرت الذبح، والذبح عبادة تقربا إلى الله، وأيضا نذرت أنه صدقة، والصدقة عبادة وطاعة، فيلزمك الوفاء. إذا كنت لا تقدر على تنفيذه الآن فيبقى في ذمتك حتى تقدر، كن دينا في ذمتك، وإن كنت تقدر على بعضه تنفذ ما تقدر عليه، والباقي يبقى دينا في ذمتك، لا بد من الوفاء به. نعم، جزاكم الله خيرا. الأخت سارة من الرياض تقول: أسأل عن حكم خروج المرأة متعطرة في أماكن يوجد بها رجال، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة أو سافرة أو متعطرة، لأن هذه أسباب تجر إلى ما لا تحمد عقباه. إذا احتاجت المرأة إلى الخروج تخرج متسترة وبثياب ليس فيها زينة، ولا تتعطر عند الخروج ولا تلفت الأنظار إليها، وإلا فإنها تأثم في
مخالفة هذه الآداب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجهن للمساجد قال: وليخرجن تفلات، أي بأثواب ليس فيها زينة ولا فيها رائحة طيب. على المرأة المسلمة أن تتقي الله عند الخروج لأي غرض كان، لزيارة قريب، لدراسة، لعمل وظيفة، تتقي الله عز وجل. هي مسلمة، عليها أن تراعي الآداب الشرعية والستر والحشمة والحياء والعفة والاختلاط بالرجال، تجتنب الاختلاط بالرجال، إن هذه كلها من أسباب الوقوع في الفاحشة. نعم، جزاكم الله خيرا. فقرتها الثانية تسأل عن حكم استخدام المرأة لكريمات تكبير الصدر والأعداف وغيرها. لا يجوز أن المرأة تتصنع بشيء ليس من خلقتها، وأن تستعمل ما يكبر حجم الأعضاء أو حجم هذا أمر لا يجوز. أما أنها تتجمل بالمباح بالمساحيق بالأصباغ، تتجمل بها فلا بأس. أما أنها تزور على الناس ما ليس من خلقتها فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، سين ميم من جدة، يقول: ما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما عدد ذلك، وهل خص ذلك بليلة الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، تارة تكون واجبة كما في التشهد الأخير من الصلاة، وتارة تكون مستحبة، وجزاؤها كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ففيها فضل عظيم، وهذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو محمد يقول: في حديث الرسول الذي ما معناه عن 70 الذين من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، الذي يقوم بالرقية لنفسه هل يدخل في جملة هؤلاء؟ لا، الذي يدخل يطلب الرقية من غيره لا يدخل، لا يسترقون. أما أنه يرقي نفسه أو يرقي غيره بدون سؤال فهذا لا بأس، يرقي نفسه لا بأس، ولا يخرجه ذلك من صفات 70. نعم، يقول: من فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة، بأيهما يبدأ؟ هل يصلي الجمعة أولا ثم الفجر؟ يقول: من فاتته صلاة الفجر ونام يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة، ماذا يعمل؟ أولا نحذر المسلمين من النوم عن الصلاة، تجنب أسباب النوم عن الصلاة، الذين يسهرون الليل من غير ضرورة فيفوتهم صلاة الفجر. ثانيا، إذا حرص الإنسان على القيام لصلاة الفجر ومن عادته أنه يقوم لكن غلبه النوم في بعض الأحيان فهذا معذور، لكن إذا استيقظ يبادر بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا بد من الترتيب بين الصلوات، فيصلي الصلاة الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة، لا بد من الترتيب، صلي الفجر أولا ثم يصلي الجمعة مع الإمام. نعم، يقول الشيخ: كنت أنوي العمرة وتعمد تجاوز الميقات بدون إحرام، ماذا يجب علي الآن؟ إذا كنت أحرمت بالعمرة بعد ما تجاوزت الميقات كن عليك فدية، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك. نعم، يقول الشيخ هذا سائل يقول: أنا متزوج من بنت عمي وولد عمي تزوج أختي بمهر واحد، هل يجوز هذا العمل؟ هذا ترجعون إلى المحكمة الشرعية وتنظر فيه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم متابعة المؤذن وما الدعاء المشروع في ذلك، وهل أيضا متابعة للإقامة؟ تابعة المؤذن سنة، بذلك بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا الحيعلتين فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن تماما. ثم إذا فرغ المؤذن يقول: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أحمد يقول: ما حكم العصبية القبلية واحتقار الآخرين مأجورين؟ هذا من أمور الجاهلية، العصبية للقبائل أو العصبية للمذهب أو العصبية للمشايخ أو العصبية للجماعات والفرق والأحزاب، كل هذه من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة لا عصبية بينهم، فيجب على المسلم أن يترك العصبية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا أبو هشام يقول: فضيلة الشيخ، كيف التعامل من جهة الصلاة مع الذي يعاني من سلس البول مأجورين؟
الذي يعاني من سلس البول هذا حدثه دائم، فإذا حضرت الصلاة فإنه يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه شيء، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا آخر يسأل يا شيخ عن حكم الإيجار المنتهي مع الوعد بالتمليك وجزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا الجمع بين عقدين، بعقد الإيجار وعقد التمليك، عقد البيع، لا يجوز هذا، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، وأيضا هو بيع مجهول لا يدرى ماذا يؤول إليه السلعة، ربما أن السلعة لا تنتهي إلى حالة لا تساوي شيئا أو تساوي شيئا قليلا، فهذا مجهول، بيع شيء مجهول، وبيع معلق على المستقبل، والبيع لا بد يكون مجزوما. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل الحقيقة يطلب من فضيلتك حفظكم الله كلمة توجيهية للشباب والذين بدأوا بلبس الأساور والقلائد والخواتم وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولبس الخواتم والخواتم النسائية ولبس الأساور والسلاسل وما أشبه ذلك، هذا من أخلاق النساء، والرجل كرمه الله بالرجولة لا يتحول إلى أخلاق النساء. كذلك التشبه بالكفار، أن يلبس مثل لباس الكفار ويتشبه بهم أو يعلق ما يعلقونه على جسدي، حرام أيضا. نعم، هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها بحكم قراءة الأبراج بدون تصديقها. لا يجوز هذا، لا يجوز النظر في الأبراج ولا قراءة فنها، لأن هذا وسيلة إلى اعتقاده، ولو كان في الأول لا يعتقد، إذا قرأ ربما يدخل في فكره ويستحسن هذه الأمور. الواجب إتلاف هذه العلوم وكتبها، الواجب إتلاف الكتب التي فيها هذه الأمور خرافية، وأن لا تنتشر في بلاد المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله يقول: لقد فاتني فضيلة الشيخ سنوات ماضية عدة رمضانات أفطرت فيها، فماذا علي الآن من كفارة، وكم عدد الكفارات مأجورين؟ لا تكفي الكفارة، لا بد من الصيام، لا بد أن تقضي الرمضانات بالترتيب، رمضان الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى أن تنتهي من صيام الأشهر التي في ذمتك، وتطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم، هذا السائل مطلق يقول: فضيلة الشيخ، أنا عاهدت الله ألا أدخن فرجعت، فماذا علي الآن، وما حكم التدخين في الشريعة الإسلامية؟ التدخين حرام في الشريعة الإسلامية، وحتى عند الكفار يمنعون منه ويحذرون منه لما فيه من الضرر على الدين وعلى الجسم وعلى الأخلاق، وهو مضرة خالصة لا نفع فيه بوجه من الوجوه، لو كانت مصلحته أقل من مضرته، مضرته راجحة يحرم، كيف إذا لم يكن فيه مصلحة أصلا، خالص في الضرر لا شك في تحريمه، وحتى الكفار شهدوا بضرره ومنعوا منه، وهذا شيء لا يغالط فيه إلا مكابر، فيحرم تعاطي الدخان، وإذا حلف لا يتعاطاه ولا يشربه ثم عاد يكون عاصيا، عليه التوبة وعليه الكفارة، وهي كفارة اليمين عام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين على ما بينتم لنا في هذه الأسئلة المباركة. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.